ها هي الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. إذن شوطنا العاشر في هذا الانطلاق المميز الجميل، عاشر أشواطنا هنا الخاص في الانطلاقات والتحديات والإثارة للحول. هنا أيضا المهجنات الأصايل من هجن أصحاب السمو الشيوخ في عاشر أشواطنا بالانطلاقات والتحديات الجميلة. نسير في هذا الأداء المميز الجميل. الصدارة والمقدمة وصال تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق المميز الجميل. هنا أيضا من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي في هذا الانطلاق المميز الجميل لوصال، بينما المركز الثاني ثاني الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا أيضا من هجن العاصفة في هذا الانطلاق المميز الجميل، وتأتينا هنا على المركز الثاني في هذه اللحظات. هنا هناك الواعية من الجانب الآخر من تنطلق الواعية من هجن العاصفة في المركز الثاني، يتابعها هنا غياث الهلالي في هذه اللحظات. نية تأتينا على المركز الثالث من هجن العاصفة، يتابعها غياث الهلالي، بينما المركز الرابع ملوح سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابعها هنا سالم بن مطر بن حاذة لقتبي على المركز الرابع في هذه الانطلاقات الجميلة. وعلى المركز الخامس والمنطلقة هنا بالتحدي الجميل تاتم خيفة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمها علي أحمد الحاج في هذا الانطلاق المميز الجميل. وعلى المركز السابع أو المركز هنا أيضا السادس والمنطلقة الشبلة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أيضا مرها هنا أيضا أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان، من يتابع الشبلة بهذا الانطلاق الجميل. الوصول هنا من فتون القادمة بكل قوة، فتون من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي. هنا من تنطلق على المركز السادس وسابع مراكزنا، المركز السابع ريمة سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها. الوصول في هذه اللحظات من عجيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي أيضا من يتابع تابعها بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي المميز والإثارة. شاهدينا الكرام، والمركز التاسع سلام سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد. وعاشر المراكز هنا مزايا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، يضمر مزايا هنا في الانطلاق عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. هذه هي نتائجنا للمراكز الأولى المنطلقة في هذا التحدي المميز الجميل والتحديات والإثارة والانطلاقات المتميزة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى وصال المنطلقة على المقدمة على الصدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هي وصال على الصدارة على المقدمة بأداء جميل، هو عرض مميز وانفراد ما شاء الله تبارك الله، من انطلقت بصدارة هذا الشوط بدون أي منافس على الإطلاق على الصدارة وعلى المقدمة. هناك ترقص على مقدمة هذا الشوط وتلعب وتؤدي الأداء الممتاز هجن العاصفة، ويتابعها غياث الهلالي، بينما المركز الثاني نية على المركز الثاني، وما أدري ماذا نية هنا، نيتها الفوز، نيتها التحدي. الواعية على المركز الثالث من هجن العاصفة كذلك، وغياث الهلالي
الاهلي في متابعه هنا الوصول هنا الوصول من الشبله لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان ال نهيان مع احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي على رابع المراكز وملوح في المركز الخامس سيدي صاحبي سمو الشيخ محمد بن راشد بن سعد المكتوم سالم بن مطر بن هذا الاكتبي في تضميرها من تنطلق على المركز الخامس وسادس المراكز تأتينا ريمة على المركز هنا السادس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم أيضا مرة أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير هناك الوصول من عجيبة عجيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان هنا الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميرها من تنطلق سابعا وفي المركز الثامن سلام سلام تأتينا على المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في التضمير والمركز التاسع مزايا مزايا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم ومتابعة عتيج بن سالم بالعرضي الحميري وفتون عاشرا من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في التحديات المنطلقة في الإثارة المنطلقة بمسيرة هذه الأشواط المتميزة نتابع ونعود إلى صدارة نعود إلى وصال المنطلقة على صدارة المنطلقة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط وصال هناك ترقص على أرضية ميدانها تلعب على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا وترقص بعد هنا في هذا الأداء مع الحزام الغابات بهذا الانطلاق المميز الجميل هناك على صدارة من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي نية كذلك في المركز الثاني الواعية في المركز الثالث أيضا من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي الشبلة قادمة الشبلة قادمة هنا بشعار هجن الإمارات من تنطلق في التحديات الجميلة والإثارة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميرها من تنطلق من المركز الرابع إلى المركز الثاني وفي طريقها إلى المقدمة بينما المركز الخامس والمنطلقة عجيبة هنا على خامس المراكز أيضا من هجن الإمارات لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان يضمرها أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في هذا الأداء المميز الجميل وهنا الوصول من ريمة القادمة هنا على سادس مراكزنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد في تضميرها من تنطلق على المركز السابع وفي المركز الثامن مزايا تأتينا على المركز الثامن مزايا ثامنا هنا بانطلاقتها الجميلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابعها في التضمير عتيق بن سالم بالعرض الحميري المتمرس وفي المنطلقة على تاسع المراكز هنا من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلال وبعود إلى الصدارة بعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط إلى وصال هناك على الصدارة وصال على المقدمة على المركز الأول هناك يا أبو عدنان المركز الأول هناك في الصدارة في المقدمة وصال أشكرك نعم ها هي بكادر لحالها وصال ترقص على مقدمة هذا الشوط ترقص بالمقدمة بالصدارة بالمركز الأول ما شاء الله تبارك الله بعرضها الممتاز على الصدارة على المقدمة وصال من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي وهي منفردة تغرد وحيدة هناك على الصدارة على المقدمة خارج السرب تغرد بالأداء المميز الجميل المركز الثاني وتأتينا الواعية على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي أيضا أما المركز الثالث هنا الشبلة ثالثا المنطلقة لسمو الشيخ
سلطان بن زايد بن سلطان الانهيان، احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميرها وعلى المركز الرابع. نيه تاتي على المركز الرابع، نيه من هجن العاصفه يتابعها غياث الهلالي. وعجيبه عجيبه تنضم الى خماسيه هذا الشوط، عجيبه لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الانهيان. هنا كريمة القادمة سادسا هنا أيضا من لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. وبنعود هنا، بنعود إلى الصدارة، بنعود إلى وصال المنطلقة على الصدارة، المنطلقة على المقدمة على المركز الأول مع 800 متر الأخيرة. ها هي وصال على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور. وصال هنا المنطلقة من هجن العاصفة يتابعها غياث الهلالي، ترقص مع 600 متر الأخيرة، ما تبقى لها عن خط النهاية بدون أي أوامر تذكر. هنا تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل، ها هي تشاهدونها على الصدارة وعلى المقدمة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المميز الجميل. بضيف النقطة التاسعة، بضيف النقطة التاسعة هنا لهجن العاصفة. تهانينا لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعد المكتوم مالك هجن العاصفة. شكرا يا غياث الهلالي، شكرا على هذا الأداء المميز هنا لهجن العاصفة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. ما هي إلا لحظات وتصل وصال إلى خط النهاية، معلنها الفوز ومعلنها الناموس هنا بدون أي أوامر تذكر، ولحظة وصولها إلى خط النهاية. وأظني بسجل التوقيت الأفضل، بسجل التوقيت الأفضل، نعم. ولحظة وصولها المركز الثاني، وصلت هنا الواعية. المركز الثالث نية أيضا من هجن العاصفة. الشبلة من وصلت في المركز هناك أيضا الرابع لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان مع أحمد بن سلطان بالصايغ، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. هو ريمة في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم. ونعود إلى التوقيت الزمني، هنا وصال يا أبو عدنان ما شاء الله، وتوقيتها الزمني هنا ولحظة الوصول إلى خط النهاية. توقيت الأفضل 12 دقيقة 39 ثانية، خمسا من الأجزاء من الثانية، التوقيت الأفضل في مساء هذا اليوم مع وصال. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي على هذا الأداء، وبدون أوامر ما شاء الله أداها جميل وتلقائي ما شاء الله. المركز الثاني كان من نصيب الواعية أيضا من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. 13 دقيقة 48 ثانية جزء واحد من الثانية، نية كان من نصيبها ثالث المراكز من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. من أتتنا على المركز هنا أيضا الثالث في هذه الانطلاقة قاطعتنا المسافة 12 دقيقة 49 ثانية، خمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. متواصلين حفلنا الكريم في انطلاقات المساء، حيث انطلقت هذه الأشواط في مساء هذا اليوم، وشوطنا الذي يسير هو الشوط الحادي عشر من خلال الانطلاقات والتحديات والتواصل. هنا مشاهد ليتابع أيها الحفل الكريم شوطنا الحادي عشر في انطلاقات